أعزائي المشاهدين، أسعدتم أوقاتاً. وقع البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالي يوم الخميس الماضي على اتفاقية إطارية التي مقتضاها سيقومان البنكين بالخوض في دراسات العناية المهنية اللازمة وتوقيع الاتفاقات النهائية للصفقة المحتملة بين البنكين في حال توصلهما للاتفاق بشأن الاندماج. وتضمنت الاتفاقية العديد من البنود التي تتصل بصفة الاندماج المحتملة بين البنكين، والتي في حال أن تقرر تنفيذ الصفقة سيتم إتمامها عن طريق الاندماج، بحيث يكون البنك الأهلي التجاري هو البنك الدامج وتكون مجموعة سامبا المالية هي البنك المندمج، وذلك وفقا لأحكام نظام الشركات ورائحة الاندماج والاستحواذ الصادر عن مجلس هيئة السوق المالية وغيرها من الأنظمة واللوائح ذات الصلة. وقد تضمنت الاتفاقية مع مراعاة ما تنتهي إليه نتائج دراسات العناية المهنية اللازمة التي سيجريها البنكين، على أنه سيحصل مساهمي مجموعة سامبا المالية على عدد يتراوح ما بين 0.736 و 0.787 سهم جديد من البنك الأهلي التجاري مقابل لكل سهم يملكونه في مجموعة سامبا المالية، وذلك وفقا لنطاق ما يعرف بمعامل المبادرة، والذي قد توصل إليه البنكين من خلال إجراء تحليل مالي باستخدام منهجيات تقديم شاملة ومستخدمة على نطاق واسع. وسيتم تحديد معامل المبادرة النهائي في الاتفاقيات النهائية للصفقة المحتملة، كما اتفق الطرفين بموجب الاتفاقية الإطارية على التفاوض بخصوص الاتفاقيات النهائية للصفقة المحتملة والتي ستتضمن الأحكام التجارية المتصلة بها، بما في ذلك على سبيل المثال الحصر، تحديد الهيكلة النهائية للصفقة المحتملة، وتحديد معامل المبادرة النهائي، وتحديد أيضا اسم البنك الدامج بعد إتمام الصفقة المحتملة، وكذلك آلية التعامل مع هوية وشعاره البنك المندمج، وتشكيل مجلس إدارة البنك الدامج وتوجيه الطرفين بخصوص إدارته بعدم إتمام الصفقة المحتملة، وموقع المركز الرئيس للبنك الدامج بعد إتمام الصفقة المحتملة. كما وتضمنت الاتفاقية الإطارية عددا من البنود المتعارف عليها في مثل هذه الاتفاقيات، والتي تنظم سرية المعلومات والحصرية والقيود على التداول وغيرها من أمور ذات الصلة. جدير بالذكر أن البنكين غير ملزمين بالاستمرار في الصفقة المحتملة، وعليه فإن إبرام الاتفاقية الإطارية والبدء في دراسات العناية المهنية اللازمة بين البنكين لا يعني بالضرورة بأن الطرفين سيتوصلان إلى اتفاق نهائي وملزم بخصوص الصفقة المحتملة، أو أن الصفقة المحتملة سوف تتم بين الطرفين. وفي جميع الأحوال فإن إتمام الصفقة المحتملة سيكون خاضع لعدة شروط، من ضمنها الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي سامو وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للمنافسة، بالإضافة لموافقة مساهمي كل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا وفقا للمتطلبات النظامية ذات الصلة. كما لا يتوقع البنكين أن ينتج عن الصفقة المحتملة في حال إتمام تصريح الموظفين بصفة إجبارية، وفي حال إتمام صفقة الاندماج سيضاف للساحة المصرفية السعودية عملاق مصرفي جديد بحجم حقوق مساهمي وموجودات وودائع العملاء ومحفظة التمويل تبلغ 109,802,553,453 مليار على التوالي. كما هو يتوقع أن يكون البنك الجديد من بين أكبر 3 بنوك من حيث ترتيب الموجودات على مستوى منطقة الخليج العربي. برأيي في حال أن تمت عملية الاندماج سيكون البنك الجديد قادرا بإذن الله على التوسع في تمويل المشاريع التنموية الكبيرة المرتبطة بالمسيرة الحضارية التي تعيش المملكة، بما في ذلك مشاريع رؤية المملكة 2030، وكذلك التوسع في قاعدة المنتجات والخدمات وشبكة الفروع محليا ودوليا، بما في ذلك الخدمات المصرفية الإلكترونية. بوضوح ألقاكم.